السلام عليكم، أنا أحمد من جروب 1 معاكم في سنة أولى، وهشرح النهاردة إن شاء الله محاضرة 9 و10 في لينجويستكس، لأن في ناس كتير واقفة معاهم. بس قبل ما أبتدي عايز أوضح إن أنا طالب زيكم، واللي بشرحه النهاردة فهمي من المحاضرة مش أكتر. ولو في أي حاجة أنا قلتها غلط طبعا بعتذر عنها، واللي يعرف الصح بتاعها طبعا يكتبها في الكومنتس وأنا ما عنديش اي مشكله في ده. تمام. بعتذر برضو عن لو الكواليتي بتاعت الفيديو مش قد كده، كان لازم اقللها شويه علشان الحق اعمل له ابلود والناس تشوفه، الناس تلحق تشوفه يعني. اوكي. هنبتدي بالمحاضره 9. قبليها بس عايز افكركم بحاجه. احنا كان عندنا ثلاث، يعني المنهج بتاعنا بيتكلم على 3 حاجات: ال finite state automata اللي هي أول حاجة خدناها خالص، وبعد كده ال context free grammar أو CFG، يعني كان عندنا ال FSA تمام وال CFG، وآخر حاجة خدناها اللي هي ال semantics. تمام، semantics أو semantics بال E، sorry بال E هنا. تمام. يعني باختصار كده ال FSA دي كانت بتشيك على الفوكاب بتاعك سليم ولا لأ، الكلمة اللي انت كاتبها accepted في اللغة ولا لأ. لما تكون مثلا تكتب له and، كلمة and تمام هيقول لك صح accepted، انما لما تكتب له مثلا a n f مثلا هيقول لك لأ مش accepted، غلط، الكلمة دي اصلا مش موجودة في الانجليش. تمام. بعد ما اتاكدت خلاص ان الفوكابولري بتاعك سليم والدنيا كويسه، بتخش بقى في اللي بعديها ال CFG اللي هي ال context free grammar، اللي هو بيأكد على الجرامر بس ملوش دعوه بالمعنى. يتأكد مثلا ان انت ما جبتش فيرب مكان حاجه مثلا noun وراه مثلا pro، قبليه قصدي proverb كده، يتأكد ان انت الجرامر بتاعك سليم. خلاص بعد ما اتأكدت من الجرامر كنا بنخش نأكد على ال semantics بقى اللي هي المعاني. فعلشان يتأكد بالمعاني لازم يكون عنده زي ديكشنري يبص فيه، فهو ده اللي عندنا في ال computation linguistics بنسميه، او مش في ال computation linguistics بس في ال linguistics عامة بنسميه ال lexicon. تمام. ده هخليه بس كده علشان مش محتاجينه دلوقتي، لما نبقى نحتاجه هنرجع له تاني، هو زي بورد كده بس عشان اكتب عليه. المهم، فالليكسيكال سيمانتكس زي ما قلنا، الليكسيكون هو جزء من اي لغه اللي هو بيبقى فيه معاني الحاجات، زي مثلا معجم في اللغه العربيه او في الانجليش عندك الديكشنري مثلا بتاع اوكسفورد كده. تمام. عندك مودلز كتيره ليه، بس يعني احنا هنتكلم النهارده على الورد نت. الورد نت ده هو بتاع الكومبيتيشن لينجويستكس، ده اللي بيستخدمه الناس اللي شغالين في المجال ده. تمام. فهو يعني في ال natural language processing بتاعنا هو بيشوف بي 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 يعني ال lexicon بيشتغل، ال word net قصدي بيشتغل على حاجتين: ال similarity بين الكلمات وازاي افرق بينهم. تمام. اللي هي ال word sense disambiguation، لان هو الكمبيوتر زي ما قلنا مش بيفكر، فمش هيقدر يفرق بين الكلام زي البني ادمين. احنا بنفهمه من الكونتكست، هو ما عندوش الكونتكست ده، ما يعرفوش، فبيبقى صعب ساعات بالنسبة له. تمام. بس فهو اللكسيكون زي ما قلنا كولكشن كبير من اللانجويجز، كل سوري من الكلمات اللي في اللغه كبير جدا، واسمه ايه ده، والكلمات بتتغير فيه وبتتجدد، لان احنا ما عندناش لغه ثابته، ما فيش لغه في الدنيا ثابته، اللغات بتتغير وبتتجدد. وفي مثلا كلمات وحكم وحاجات كتير بتتضاف، فلازم الكمبيوتر يبقى ابديتد مع الموضوع ده، فبيجددوه كل فتره. وهو قال لك تحت ان الميننج واليوزج والبرونسيشن بيتغير، لان ممكن برضو النطق بتاع كلمه يتغير على مدار السنين بالنسبه لاي لغه في العالم. تمام. تمام. السلايد هو الخامس. عندنا الكومبوننتس بتاعت الكلمه في اللكسيكون عامه مش الورد نت بس، بيبقى فيها الساوند برونسيشن. يعني مثلا لو جيت في اللكسيكون بتاع في الديكشنري مثلا بتاع الانجليش، هتلاقي مثلا ايه اي مقلوبه، اي مقلوبه كده، او مثلا عامله كده مش فاكر كانت بتبقى عامله ازاي، تلاقي مثلا اي عليها نقطتين فوق، الحاجات دي، الحاجات دي بتقول لك الكلمه بتنطق ازاي، بتقول لك البرونسيشن بتاع الكلمه نطقها. فاحنا الحاجات دي بتبقى موجوده في اي ديكشنري. نفس الكلام في الورد نت،
المورفولوجي بتاعها، الفورمز المختلفة منها، يعني مثلا الجمع بتاعها لو فعل مثلا يبقى حاطط لك الماضي ومضارع، كل الكلام ده. والسينتاكس بتاعها، معناها بقى، معنى الكلمة. يعني مثلا دخلت تبص على هاوس، كلمة هاوس مثلا في الديكشنري هيقول لك ان هو مثلا المكان اللي بيعيش فيه الانسان او whatever، يعني مهما المكان. اوكي. بس في حاجة اسمها الريستريكشن، دي بتبقى موجودة في ال dictionaries برضو. ال restriction وال preference. ال selection restriction اللي هو ان انت في كلمات ما ينفعش يجي بعديها الا حاجة معينة. يعني مثلا لو قلت لك eat، ده ال example الدكتور حطها هنا، لو قلت لك eat يبقى لازم بعديها هيجي food، ما ينفعش تاكل حاجة مش اكل، فهو لازم eat يجي بعديها food مثلا. تمام. في بقى selectional preference. selectional preference دي يعني حاجة شبه احنا متفقين عليها او بنستخدمها، بس هي مش شرط. يعني مثلا زي ما هي الدكتور كاتبه هنا ان انت ممكن مسموح لك تقول strong tea، شاي مفعوله قوي، بس مش ما ينفعش تقول powerful tea. powerful ما تتقالش على الشاي، ممكن تتقال على شخص بس ما تتقالش على شاي، لان هو مع ان الاتنين نفس المعنى، يعني strong و powerful نفس المعنى تقريبا، بس هو ما بيه اتعودنا ان احنا بنستخدمش كلمة strong. بس نيجي للسلايد اللي بعده. هنا بيقول لك ال representation بتاع ال lexicon، قلنا بيبقى ال meaning، تمام، المعنى بتاع الكلمة، وال assumption. هنا assumption هنا معناه ان انت عندك كلمات كتيرة قوي و concepts، فلازم يبقى في طريقة تتنظم بيها. تمام. فمن الطرق دي اللي هما بيترتبوا ال concepts، قصدي سوري، اللي بيعملوا connect بال words لل meanings بتاعتها، في كذا حاجة، بس هنبتدي بالتلاتة دول: ال synonymy وال polysemy وال homonymy. تمام. أسف لو نطقت حاجة منهم غلط، يعني مظنش أغلبنا مش عارفين ننطقهم أصلا يعني. أوكي. طيب. ال synonymy هي لما يكون عندك كلمتين ليهم نفس المعنى تقريبا، لا نفس المعنى بالظبط، سوري، نفس المعنى بالظبط، زي مثلا strong و powerful، hard و difficult، يعني الاتنين ينفعوا يجوا مكان بعض في الكونتكست الواحد. تمام. ال polysemy هي لما يكون عندك كلمة واحدة بس ليها ممكن تستخدم في معنيين قريبين من بعض، وهنشوف examples على ده قدام. ال homonymy ان عندك كلمة تقدر تستخدم في اتنين context، كل واحدة ليها معنى ملهمش أي علاقة ببعض خالص. اوكي. طيب. synonymy زي ما قلنا one meaning be expressed different one meaning be expressed by different words، يعني زي beat و hit، strike، beat و hit و strike نفس المعنى، shot و close نفس المعنى، كل دول معناهم عربية أو يعني عربية أو نوع من العربية، بس في الآخر كلهم classified تحت نفس الحاجة. big و large مثلا، difficult و hard، كل دي كلمة أو أكتر بيدوك نفس المعنى. الهومونيمي اهو قلنا ان هي multiple unrelated meanings، يعني كذا معنى لنفس الكلمة تستخدم في context مختلفة بس المعاني دي مالهاش علاقة ببعض. تمام. البنك مثلا ممكن تستخدمها تقول انت قصدك كبنك اللي هو اللي بنحط فيه الفلوس، زي مثلا بنك مصر كده. elevated land او مثلا اللي هي الضفة بتاعة النيل مثلا، او اي حتة ارض مرتفعة عن اللي حواليها بيقولوا عليها بنك برضو، فدي كلمة بتنفع لمعنيين مع انها نفس الكلمة بالظبط نفس الحروف. البوليزمي بقى هي كلمة واحدة to express different meanings بس بنفس المعنى تقريبا، زي table مثلا، ممكن يكون قصدك ان انت قصدك على ترابيزة اللي بنحط عليها حاجات، او جدول، الاتنين ليهم علاقة ببعض شوية. مثلا في example هنا بتاع newspaper، ممكن يكون قصدك على مبنى اللي هو مبنى الصحافة نفسه، أو ال paper copy، ال actual copy اللي معاك في إيدك، وفي الحالة دي هما برضو ليهم علاقة ببعض، فبيتقال عليهم إن في علاقة بين الكلمة دي يعني عندها polysemy يعني. أوكي. طيب. 10 ال polysemy أهو في examples الدكتور حطها، he left Rome and then later the country. هنا هو قصده إن الشخص ده ساب روم وبعد كده ساب إيطاليا خالص. التانية هو استخدم برضو كلمة left بمعنى قريب بس مش نفس المعنى بالظبط. فوق left هنا قصدها ان هو سافر، تحت قصدها ان هو ساب حاجة على ترابيزة ومشي، بس في الحالتين قصدها ليها علاقة بان هو ساب حاجة ومشي، في الأولى ساب البلد والتانية ساب البيلز أو والأبل، يعني كلمتين قريبين من بعض في المعنى، نفس ال relation كده.
تمام. بس في بعد كده عندك جزء من البوليزمي برضو اسمها ميتونيمي، ان انت لما تتكلم، مش متأكد كان اسمها، كنا خدناها في اللغة العربية قبل كده بس مش فاكر اسمها ايه بالظبط. بس هي اللي هو لما اكون بتكلم على حاجة كبيرة بس انا قصد حاجة صغيرة منها، يعني مثلا لما اقول زي ما هو قايل هنا the White House issued a statement، هو مش بيتكلم على White House نفسه، هو بيتكلم على رئيس امريكا مثلا. لما اقول لك الرحلة قامت بمدرسة، لا انا مش قصدي على المدرسة كلها، انا قصدي على الطلبة والمدرسين، المدرسة اصلا مبنى لو انت بتتكلم عليها بس. فدي اسمها ميتونيمي. في بقى الميتافور اللي هي الاستعارة، لما يقول لك time is money مثلا، my surgeon is a butcher، هو بيشبه حاجة بحاجة. وفي منها conventional يعني متفق عليها، و unconventional يعني مش متفق عليها، مش رسمية او مش موجودة في كل الكالتشرز، يعني كده على حسب الناس متفقين على ايه وايه اللي مش متفقين عليه. اوكي هتكلم على PMI دلوقتي. دلوقتي علشان انا اكون عارف المعنى بتاع حاجة، او علشان اقدر اقسم الكلام في الليكسيكون او الورد نت في الحالة بتاعتنا احنا، لازم اكون عارف relations بين الكلمات، ايه الكلمات اللي تقدر تيجي مع بعض في تكست معين او جملة، وايه الكلمات اللي ما تقدرش تيجي. فعملوا حاجة اسمها Point Wise Mutual Information او ال PMI. PMI دي عبارة عن رقم بيقيس القوة ما بين رقمين، بيقيس ال relation ما بينهم، مش رقمين سوري، كلمتين تمام. فهي basically ال PMI ده بيساوي PMI ما بين كلمتين بيساوي log ال probability بتاع ان الكلمتين يظهروا في نفس التكست تمام، و probability بتاع على probability بتاع واحدة فيهم زائد يعني مضروبة في probability بتاعت التانية، كل ده تحت اللوج طبعا تمام. هوريكو example عليها مثلا هنا كده. لو بصينا هنا ال PMI بيساوي log اهو، القانون اهو تمام. طيب لو بصينا كده في الباراجراف ده او الحتة الصغيرة دي، اعتبروا ان كل حرف كلمة تمام، وهي كلمة اكس وكلمة واي، هتشوف هما متكررين قد ايه، هما دول 25 كلمة. ال P of X وال Y هي probability عدد ال X's وعدد ال Y's على ال 25. chance ان انا وانا ببص كده اشوف X او Y 11 على 25، اشوف X بس هتبقى 6 على 25، واشوف Y بس تبقى 5 على 25. فال PMI لما تحسبه بقى تحت القانون ده هيطلع تقريبا يعني approximately كده 0.96 تمام. ده معناه ان ال relation strong، لان انت اصلا شايف ان ال X وال Y يعني موجودين كتير قوي في الباراجراف ده. وهنشوف example في السلايد اللي جاي على الموضوع ده. لو نزلنا كده في ال PMI examples اهو، بيقول لك لو هو close ل 0 تمام، يبقى ال X وال Y independent، فلهمش اي علاقة ببعض تمام. انما لو PMI positive يبقى انت شايف لما تشوف واحدة فيهم غالبا هتشوف التانية، زي مثلا فيديو كاسيت وريكوردر. هنا عندك ال probability 15.96. الرقم ده انا مش متأكد هو هنا محطوط تحت اللوج ولا لأ، لان هو المفروض ال probability ما تزيدش عن 1، بس عامة هو رقم عالي اوي هنا. ونفس الكلام مع unsalted و butter، نفس الحكاية. time و last ال PMI ما بينهم قليل قوي، مش شرط يعني، مفيش مش شرط ان الكلمتين دول يجوا مع بعض، بس ممكن يجوا بس ملهاش ريليشن قوي، مفيش دايركت ريليشن ان واحده فيهم تيجي والتانيه لا. اوكي هنا خلاص عرفنا ال PMI ده عباره عن ايه. هنخش بقى في اللي بعديه، ال word sense disambiguation. ده هنا ان انت بيقول لك لو احنا عندنا كلمه polysemous تمام، يعني عندها كذا معنى، يعني عندها polysemy، ازاي اعرف انهي معنى هو اللي صح في الكونتكست ده. عندي كونتكست مثلا زي ما الدكتور كانت قايله وقت او لا بلاش الاكزامبل ده دلوقتي. المهم عندي كلمه بوليزيمس تمام، عايز اعرف انهي معنى هو اللي صح خلاص. فهو بيقول لك بنلجأ ساعتها بقى للورد نت. وهو كاتبه هنا ان البوزيشن بتاع الورد نت 70% بس، ان هو chance ان هو يجيب حاجه صح من معناها اللي هو الانسان قاله فيها. بس فهنا ممكن نسكيب السلايد ده. بس بيقول لك ان السوليوشن بتاعنا ان احنا نروح له لو عايزين نعرف المعنى بتاع الحاجه، هو عندك انفنتوري كبيره للميننج بتاعت الكلمات اللي هو الورد نت. اوكي طيب الورد نت الهيستوري بتاعته، هو يعني عمله جورج ميلر وكريستيان فيلباوم سنه في 1900
مكتوب ان هو 1969 ولحد 1972 قعدوا يحسنوا فيه. في اغلب الانجليش ناونز والفيربز والادجكتيفز اوكي والادفيربز. وورد نت بقى ادى ان بقى في سيرفيسز كتير قوي زيه بس اللغات مختلفه، لان احنا قلنا ان الليكسيكون ده بتاع اللغه عامه، يعني بتاع بيبقى سبيسيفيك للغه واحده بس كل لغه ليها ليكسيكون بتاعها. فممكن هو يعمل لكس حد يعمل ليكسيكون للكمبيوتر اللغه بتاعته عادي جدا. اوكي طيب، الاورجانيزيشن بتاع الليكسيكونز عامه عندنا نوع ان هي الويسترن ديكشنريز مثلا بتعمل اورجانيز بالصوت اللي هو الكلمات بتتنطق ازاي، وفي السينتاكس بيزد اورجانيزيشن هو بيرتبه لك على حسب معاني، على حسب على حسب السينتاكس، على حسب هو بيتكتب ازاي، ده حسب سينتاكس اللغه. اوكي هنا مثلا بيقول لك 11 ديكشنري ده كان من السينتاكتيك بروبرتيز بتاعت الانجليش. اوكي وبعد كده عندك الورد نت موديل بيبقى متقسم على حسب السيمانتكس، او هنا الحاله اللي هي الريليشنز بين الكلمات والمعاني وكده. اوكي طيب، دي مثلا سيمانتيك تري بتاعت الورد، زي بتاعت الورد نت يعني حاجه شبهها. اوكي عندك مثلا كلمه زي ستريت اهي خلاص كونكتد بفيكل وكار وامبيلانس وتراك وباص، تمام، وكل دول اصلا كونكتد ببعض لان الكار تعتبر فيكل والتراك تعتبر فيكل والباص والامبيلانس كل دول فيكلز، وكل دول ليهم علاقه ان هم عندهم فاير انجن. اوكي الكلمه دي انا مش عارف اقراها بالظبط، بس فاير انجن مثلا ليها علاقه بفاير، فاير ليها علاقه باللون الاحمر، اللون الاحمر ليه علاقه بالبرتقاني والاصفر. فالكلمات بتبقى متجمعه زي كلاودز كده، كل واحدة فيهم ليها ريليشن معينة. يعني هنا بص هنا كده كل حاجات كلها ليها علاقة بالتراكس والانجنز والشارع، هنا مثلا كل دي فاكهة، تحت هنا ظواهر طبيعية زي الشروق والمغرب وكده، الشروق والغروب. عندك هنا مثلا فايلتس والروزز والفلاورز دول انواع من الورد، ممكن تحط جنبيهم حاجات تانية. فهنا انت هتلاقي ان مثلا فلاور ملهاش علاقة بكار، بس مثلا كار ليها علاقه بتراك وفلاورز دي علاقه بروزز، وكل واحده ليها علاقه باللي جنبها، بس في الاخر مثلا الكار ليها علاقه بريد بطريقه ما، والفلاور برضو نفس الكلام. فده زي اكنها حاجه كومن بينهم كده، هتبان برضو هشرحها قدام في حته زيها اللي هو في التريز قدام قوي. بس فهو ده السيمانتيك نتورك، تبقى عامله زي كده بتجمع كلمات في كلاودز، الكلمات اللي شبه بعضها في كلاودز مختلفه، تمام. دي مثلا حاجة تانية، دي بقى بتبتدي تضم ال properties بتاعت الحاجة، عاملة زي مثلا ال classification في البيولوجي كده. عندك يعني مثلا عندك أول حاجة خالص ال animal، ال animal ماله؟ عنده جلد وبيقدر يتحرك وبياكل وبيتنفس. اوكي ممكن ننزل من ال animal ده ال bird وال fish. اوكي ال fish عندها خياشيم، عندها خياشيم قصدي، وبتقدر تعوم، وعندها اللي هي الزعانف. اوكي والبرد عندها اجنحه وبتطير، حبه بروبرتيز ليها مش هفضل اقولهم كلهم يعني. اوكي طيب البرد عندها مثلا نوعين، في الكناري وفي الاوستريتش، وعندك من الفيش في شارك وفي سلمون عندهم بروبرتيز دول برضو. فانت لما تعمل خريطه زي دي هتقدر تجاوب بعد كده على اسئله من اللي موجوده في السلايد الجاي هنسالها. يعني مثلا في do birds move، فانت هتيجي كده تبص على bird البروبرتيز بتاعتها بتقدر تموف؟ لا، بس لما تطلع فوق هتبص للبيرنت بتاعها هنا الانيمال، الانيمال بيقدر يموف، تمام البيرد بتقدر تموف علشان هي جزء من الانيمال والانيمال بيقدر يموف. اوكي طيب do canaries move؟ نفس الكلام، هبص على الكناري لا مش بتموف، طيب البيرد برضو مش بتموف، طب لا الانيمال بيموف خلاص، يبقى هما الكناري بتقدر تتحرك، تقدر تعمل assumption ده حاجة كده زي ما انت تقول x equal y y equal z يبقى therefore x equal z، مفيش direct relation بس الأدلة بتقول لك ان هما equal، تمام. بس ال reaction time بتاع ال word net او ال او في ال semantic network بتعتمد على هو هيحتاج يمشي في كام node، سوري هيحتاج يمشي في كام نود علشان يوصل لل information دي. يعني مثلا لما انا اقول لك can a shark مثلا fly، فانت هتطلع هنا تبص مفيش لا، وبعد كده هنا مفيش، فهتقول لي لا اتحركت، احتاج تتحرك اتنين نودز بس. انما مثلا لو جيت عند شارك دي وكنت منزلك بقى جريت وايت شارك وبتاع وانواع الشاركس الكتيره خلاص، هتحتاج تمشي نودز اكتر، فالريسبونس تايم بتاعك هيقل،
تمام. في حته قدام بيقول لك ان هم بيعملوا ليميت للليفلز دي لحد 16 ليفل بس، علشان يبقى احسن حاجه ما بين السرعه والديتيلز. اوكي نكمل هنا. اوكي خلصنا السلايد ده. طيب السلايد ده بقى هنا بيقول لك ايه الكونكشنز في وورد نت، يعني ايه اللي ممكن، ايه الكونكشنز اللي بتبقى موجوده بين الكلمات. فهو بيقول لك ان الوورد نت بيكون بيدستنجوش بنوعين. اول نوع ان هو يبقى زي ما قلنا السيمانتكس اللي فوق، اللي هو هايبونيمي او سينونيمي او ميرونيمي، كل اللي هو الكونكشن، العلاقه ما بين الكلمات عامه. وفي بقى الترتيب اللكسوجرافيكال العادي اللي هو اي بي سي دي اي اف جي كده، زي مثلا هنا هو بيقول لك فيذر وفيذري، كلمتين هيبقوا صفتين جنب بعض لان هما ترتيبهم الفابيتيكال عادي. اوكي طيب ودي غالبا يعني في الوورد نت بتبقى في الصفات، يعني هو هيرتب هنا الكلمات الاساسيه مش هيرتبهم لكسوجرافيكال، هو ما يقدرش يعمل كده لانه مش شرط ان هي ماشيه هنا اي بي سي، بس ملهاش علاقه يعني، هو هنا ماشي اي اف اس بس. مثلا لما يجي للصفات بقى اللي جوه هنا هيرتبها دي غالبا لكسوجرافيكال عشان تبقى اسهل ان انت تلاقيها. اوكي طيب السنسات، السنسات دي هي العلاقات ما بين يعني الشرط دي اسمها سنسات، اللي هي العلاقات ما بين الكلمات. فهو بيقول لك بس ان السنسات بتقل على حسب نوع ال part of speech نفسه، او بتختلف يعني. يعني مثلا noun عنده سنسات اكتر من الادفرب. ارقام مش حافظ علينا بس عامة هي just for illustration يعني. طيب الهايبرنم، الهايبو والهايبرنم تمام، دول بيعملوا علاقة ما بين الناونز. دول نوع من السنسات بيعملوا زي تريز كده تمام. والتريز دي مثلا في الهايبرنم بتبقى العلاقة از، يعني الريليشن بتبقى از. يعني مثلا لما اقول لك كونفرتبل و اس يو في، الاثنين دول ار كارز فاهم، يعني a convertible car is a car which is a vehicle، اللي هو كل لما تطلع في التري هتلاقي ان كل حاجه هي يعني، هي جزء، مش قصدي جزء بس، هي از اللي فوقيها، هي تكون اللي فوقيها يعني. يعني ماونتن بايك يكون بايك وده يكون فيكل كده. احط مثلا تحت الماونتن بايك دي انواع الماونتن بايكس مثلا، هتلاقيها برضو ماونتن بايك دي از ماونتن بايك اللي فوق از ا بايك از ا فيكل. ده الهايبرنيم تمام، ده نوع برضو من الريليشنز اللي عندنا. وفي الميرونيمي او الهولونيمي، دي بقى اللي هي زي ان انت بتاخد بعض من كل، جزء من حاجة كبيرة. يعني مثلا هنا اهو جايب لك في الاكزامبل ده كار نازل منها انجن ونازل منها سبارك بلاج وسيلندر. السيلندر بارت من الانجن والانجن بارت من الكار، فهو يعني هنا بقى الريليشن مش از، هنا هتبقى ريليشن بارت اوف، يعني a cylinder is part of an engine an engine is a part of a car. زي هنا برضو حاطط لك ان ال finger part of the hand وال hand part of the arm وال arm part of the body، فيؤدي هذا يعني بال inheritance على حسب ما الدكتور مسميها هنا ان ال finger part من ال body. يعني واضحة قوي لان هو زي ما قلنا زي x equal y، y equal x، y equal z يبقى x equal z تمام. بس ده زي structure اهو اللي احنا قايلينه فوق، يعني ده بيجمع كلنا فوق كل انواع الكارز دي في الاخر، وكل انواع الكارز دي تعتبر كارز، واللي هي تعتبر موتور فيكلز اللي بتعتبر فيكلز وليها علاقة بالترانسبورت تمام. لو جيت بقى بصيت هنا كده الكار مثلا، الكار عندك ايه؟ عندها بامبر، عندها كار دور، عندها ويندو، عندها ميرور. الكار دور عنده دور لوك وهنج فلكسبل بوينت، كل دي ميرونيمز للموتور كار نفسها او الماشين او الحاجات دي. اوكي انما اي حاجه تحتيها كده تعتبر هايبرنم. اوكي طيب احنا قربنا نخلص. اوكي طيب اخر حاجتين الاتونومي والتروبونومي. الاتونومي الانتونومي سوري الانتونومي يعني الادجكتيف ريليشنز، وبيبقوا عكس بعض تماما. يعني مثلا هوت وكولد، اولد ونيو، اللي هو زي التضاد كده تمام. هاي هاي بلو بيج سمول. في بقى الفيرب ريليشنز دي بتبقى للفيربس بس. التروبونيمي يعني مثلا موف ووك. انا لما بوك
انا تعتبر نوع من الموفمنت، بس مش شرط ان انا لما اكون بعمل موفمنت اكون بوك، ممكن اكون مثلا بطير او بجري او وات ايفر. ويسبرنج، الويسبرنج نوع من التوكينج، بس مش شرط كل لما اكون بتكلم ان انا اكون بويسبر. نفس الكلام اللي باقي برضو الاكزامبلز اللي هنا. اوكي، وفي برضو من الريليشنز اللي موجودة في الفيربس التمبرال واللوجيكال ريليشنز. يعني مثلا في حاجة اسمها backwards presupposition. backward يعني لورا او يعني قديم، pre قبل، وsupposition يعني افتراض. لان انت هفهمكم هو قصده ايه بافتراض هنا. يعني مثلا لما اقول لك divorce لازم يكون هو اصلا اتجوز قبل كده. يعني لما مثلا حد يجي يقول لك ده فلان اتطلق، فتقول له اوكي لا، يبقى هو كان متجوز قبل كده، حتى لو انت كنتش عارف ده، بس لازم بتعمل السبوزيشن ده، بتفترض ده، لان هو ما ينفعش حد ديفورس غير لما يكون متجوز الاول. دي ده اكزامبل هنا الدكتور حطاه. في تاني الانكلوجن، ان لازم الاتنين يحصلوا مع بعض. ما ينف... يعني عشان تشتري حاجة لازم تباي، الا في حالة ان انت خدتها فري وفي الحالة دي ما بتبقاش اشتريتها. فده انكلوجن، لازم الاثنين يحصلوا على بعض في نفس الوقت الفيربس دول. فمثلا مثلا لو هو جه في جمله قال لك، لو جه في باراجراف مثلا جه قال لك ان هو دفع فلوس، يبقى هو غالبا اشترى حاجه. ده علشان الكمبيوتر يفهمها كده. وفي الكوز دي بسيطه جدا، هو مات بسبب حاجه. he died because he sorry يعني الكوز he died because someone killed him كده. مثلا مات عشان جاله مرض معين كده، الكوز بتاعها السبب ان هي حصلت. اوكي، هنكمل دلوقتي في الـ في الـ word net similarity. برضو الحاجة اسمها الريزنيك. هنا عندك ال probability ان concept معين هو اللي يظهر جوه ال جوه ال paragraph اللي انت فيه او التكست اللي انت فيه. يعني مثلا say ان احنا هنتكلم على concept المامل زي ما هو قايل هنا. ده المامل، بس عندك الهامستر والمونكي والهورس، كل دي تعتبر مامل. فهتجيب تكست فيه كلام عن الحيوانات او تكست عامه، وتشوف هو سوري هتجيب تكست في كلام عامه، وتشوف كونسبت الحيوانات ظهر فيه كام مره. ازاي بقى؟ بان انت بتكاونت عدد الوردز اللي ليها علاقه بالكونسبت ده على عدد الوردز اللي في التكست كله. ولو في كلمه مكتوب هنا، ان لو في كلمه بمعنيين، يعني نفس الكلمه مثلا كلمه animal اتكرر، كلمة سوري مثلا مونكي اتكررت مرتين، بس مرة بمعنى ومرة بمعنى تانية مثلا. يعني considering ان كلمة مونكي ينفع تتكرر بمعنيين، هتعتبرها كل واحدة لانها كلمة لوحدها. وده هيطلع لك حاجة اسمها ال information content of a concept او IC، هتساوي negative log ال probability اللي انت طلعتها. فهنطلع مثلا نشوف example صغير هنا كده. لو بصينا على نفس ال paragraph اللي انا كنت كاتبه ده، هو عندك برضو 25 كلمة اهو. say ان ال concept هو بيكون من x و y، فانت هتعد x و y. x اهو، يعني هنعتبر هنا ان كل x بمعنى وكل y بمعنى. خلاص، فهعد اهو 1 2 3 4 5، هيطلعوا 11 اوفر اول على 25. ال i c سوري نسيت هنا، المفروض يبقى في c i c تمام، هتساوي log 11 على 25. بس اوكي، لو الكونسبت الاي سي بتاعه في الاخر طلع زيرو، يبقى هو الكونسبت ده مالوش probability عالية او ان هو يطلع يعني. اوكي، وفي حاجة اخيرة اسمها ال least common subsummer. ده اللي هو اقل نود بتكونكت حاجتين. يعني مثلا هو هنا هو بيقول يعني ال lowest common subsummer بتاع الكات والدوج بيساوي المامل، هما الاتنين مامل. انما لو بصيت مثلا على الولف وبابي، كلمة ولف وكلمة بابي، هتلاقيهم ان هما الاتنين كينينز، اللي هما زي الكلاب وكده. اوكي، بس الريزنك سيميلاريتي دي equation برضو بتحسبها بان انت هتبان في سلايد فوق، هطلع اجيبه. يعني مثلا هو لو جه قالك هتبان في المحاضرة اللي هي lecture 10، هيوضح حوار ال resonance similarity دي. اوكي، بس فانا هتكلم على ال word sense disambiguation. اخر حاجة ال difficulty بتاعتها هي ان انت تقدر تخلي الناس كلها تأجري على حاجة. يعني مثلا انت في الجرامر ما تقدر، مفيش اتنين هيختلفوا على جملة grammatically correct ولا لا، هي
يعني يا صح يا غلط، النحو فيها صح او غلط ما ينفعش يختلفوا، انما المعاني بتختلف وناس ما يقدروش يجريها على نفس الحاجة مش شرط يجري عليها كل الناس. يعني يعني مثلا في السلايد الجاي هنشوف حاجات، طبعا مع احترامي لكل الناس، في ناس هيقولوا لك دي فيها ريليشن ودي في ما فيهاش، او ناس هيقولوا لك ان دي مثلا معناها كذا، او انا مش شايف الريليشن بين الاثنين. فهو عشان كده الاكيوراسي صعبه قوي لان مش كل الناس هيجري على نفس الحاجه، فدي من difficulties بتاعت الورد نت، او ان انت تعمل disambiguation لحاجه، ان مش كل الناس هتجري على نفس الحاجه. وطبعا محتاجه skilled annotators، محتاجه ناس skilled في اللغه يقدروا يساعدوك في ان هم يتفقوا على حاجه. فطبعا كل ده بيؤدي ان الاكيوراسي بتاعت الورد نت بتطلع في الاخر حوالي 70%، ودي طبعا مش نسبة كافية. انت لما مثلا عايز تعمل انتربريتر يترجم لك الحاجة بسرعة، انت محتاج طبعا ايه برسنتج اكتر من كده بكتير عشان يترجم الحاجة بسرعة في ساعتها صح. هنكمل دلوقتي لكتشر 10. اوكي، اللكتشر دي خفيفة جدا، هي عبارة عن اكسرسايزز بس على الكلام اللي انا شرحته قبل كده، يا رب تكونوا فهمتوا حاجة منه. يعني مثلا يعني اكزامبل الهومونيم اهي، البنك، قلنا الاكزامبل بتاع البنك، اول واحده جون كاشت اتشيك ات ذا بنك، ان هو فك شيك عند البنك اللي هو اكيد بيتكلم على بنك اللي هو اللي بنحط فيه الفلوس. التاني بتقول لك ميري سات اون ذا بنك اوف ذا ريفر، هنا قصدها ان هي ان ماري دي قعدت على الضفه بتاعه النهر وقعدت تتفرج على المايه. اوكي، ده هومونيمي اللي هو قلنا كلمتين مالهمش علاقة، يعني يعني نفس الكلمة تستخدمها مع في تو كونتكست مختلفين في المعنى، مالهاش دعوة ببعض خالص. عندك البوليزيمي، قلنا ده بقى ايه اللي هو اتنين ليهم علاقة ببعض شوية بس اللي هو مش نفس المعنى بالظبط. زي هو بيقول لك اول واحدة جون كاشت تشيك ات ذا بانك، والاخيرة بيقول لك دونرز جيف بلاد فور ستوريج ات ا بانك فور ايمرجنسي ترانسفيوجنز. اول واحده هو حط فلوسه في البنك، سوري يعني فك شيك في البنك، اكيد هنا بيتكلم على البنك برضو اللي بنحط فيه الفلوس. اخر واحده هو بيتكلم على بنك، هنا معناها خزين من حاجه. فهم يعني ليهم علاقه سنه في سنس كده بينهم، بس اللي هو برضو مش نفس المعنى بالظبط، فدي بتبقى اسمها بوليزمي، ان هي نفس الكلمه بس معنيين قريبين من بعض مش مختلفين قوي. اوكي طيب، بعد كده في الميتونيمي، قلنا الميتونيمي ده اللي هو كان زي بتكلم على جزء من حاجة بس يعني جبت سيرة جزء من حاجة بس بتكلم عليها هي، جبت سيرة حاجة كبيرة بس بتكلم على جزء منها بس، زي ما قلنا مثلا مدرسة قامت بالرحلة كده. فهو هنا بيقول لك اهو البنك الأولى، البنك اللي في الأول معناها بنك زي ما قلنا قبل كده. الأخيرة هو بيتكلم على البيلدينج بتاع البنك نفسه، اللي هو بتملكه الفاينانشال انستتيوشن كلها، اللي هو المنظمه نفسها. انما هو هنا يعني في اول واحده بيتكلم على الفاينانشال انستتيوشن نفسها، بيتكلم على ان هو بيتكلم على المنظمه. يعني في الاكزامبل الرابع هو بيتكلم على البيلدينج بس، هو بيتكلم ان البيلدينج موجود على الناصيه بتاعه الشارعين اللي هو قايل اسمهم دول. اوكي، السينونيمي، قلنا السينونيمي اللي هو كلمتين ليهم نفس المعنى زي كاوتش وسوفا، كار واوتوموبيل، ووتر و H2O، بيج ولارج. بس طبعا قلنا ان في حاجات ما ينفعش يعني تقولها، يعني مثلا يعني سارة's large sister is not a, is a teacher، يعني مثلا large مش نافعة، يعني لا بنستخدم big او older. large هنا specifically بتستخدم للحجم بس، big و large نفس المعنى، فدي كنا قايلين عليها الريستريكشنز اللي في الاول. تمام، و H2O برضه مفيش حد بيقول عن ميه H2O، بس هي تنفع كمعنى، يعني هي ما فيهاش حاجه بس قلنا في ايه، في بريفرنسز احنا بنستخدمها بس. ما بس فزي ما قلت في حاجات بنتفق عليها احنا بنستخدمها بس مش شرط ان هي لو ما عملتهاش تبقى غلط. يعني اوكي، نخش على سلايد 7. في الاتونومي قلنا اللي هو التضاد، لونج وشورت، فاست وسلو، بس بتكون ما بين الاوبوزيت اندز اللي هي الاكستريم، زي ما هو قال هنا باينري اوبوزيشن في الحته دي اهو. باينري يعني هو قصده تو اكستريمز، يعني انت مثلا عندك لاين كده، يعني بص انا شغال على اليمين دلوقتي، عندك مثلا هنا هيوج، مثلا كلمه هيوج هو بي لايك سوري هيوج، تمام، وهنا تايني، سوري
اوكي طيب سيبك، سيبنا من ده دلوقتي. لو بنتكلم احنا، يعني هو قال لك الاكستريمز بتوع ال opposite directions، خلاص يعني انت عندك huge و tiny مثلا، هما دول عكس بعض. ما تجيش مثلا تقول لي huge و medium، لا لا هو قصده تضاد تماما، الاثنين عكس بعض تمام. far و close مثلا، future و past، ما فيش present مثلا في الموضوع، حاجة زي كده. اوكي الهايبونيمي قلنا اللي هو ريليشن، اللي هو هنا هي عامله لها ريديفاين تاني، ان الواحد الهايبونيم بيبقى مور سبيسيفيك من السب كلاس بتاعه. يعني مثلا لما اقول فيكل، انا ممكن اكون بتكلم على باص، ممكن اكون بتكلم على تاكسي، ممكن اكون بتكلم على كذا، انما لما اقول كار انا سبيسيفيكلي بتكلم على عربيه. تمام، لما اقول فروت، المانجو تعتبر فروت بس انا لما اقول مانجو انا سبيسيفيكلي بتكلم عن مانجا، بتكلم تحديدا عن المانجا، او لو مثلا قلت بنانا تبقى بتكلم عن موز كده. نفس الكلام في الاكزامبلز الثانيه، فرنتشر وتشير، التشير سبيسيفيكلي بتكلم على كرسي، فرنتشر ممكن يبقى قصدي كرسي كنبه كده. بس الميرونيمي قلنا اللي هي بارت هول ريليشن، البعض من كل. مثلا الليج ميرونيم بتاع تشير، الويل ميرونيم اوف ا كار، الكار هولونيم، يعني هو عكس الميرونيمي هولونيمي، او مش عكسها، اللي هو الجزء الثاني من الريليشن. يعني الكار هولون من الويل، الكار هي ال يعني الكار هي ال زي مثلا بيرنت مثلا بتاع الويل، الويل جزء من الكار وكار جزء منها هو الويل. اوكي بس دي اكزامبلز الدكتور كانت حطها. فايل مثلا دي هتبقى هومونيمي، ملهاش اي علاقة، هنا معناها فايل اللي بنحط فيه الورق، وهنا معناها مبرد، ما لهمش اي علاقه ببعض خالص. بيرس لا، دي تعتبر بوليزمي، لان انت عندك بيرس اللي هي المحفظه بتاعت البنات دي، و التانية يعني المحفظه دي بيتحط فيها فلوس، اللي هي بيتحط فيها فلوس زي يعني محفظه. اوكي التانية دي معناها جزء من فلوس بيدول حد على انه جايزه، فهو في بوليزمي في الموضوع، في علاقه ان هي في الاخر حاجه بنحط فيها فلوس او ليها علاقه بكده. اوكي الفان هنا مفيش اي علاقه خالص، واحده معناها مروحه والتانية معناها فان لحد يعني ادماير زي ما هو بيقول هنا، مش عارف ترجمها ليه بالظبط. اوكي دي هنا تبقى هومونيمي ملهاش اي علاقه. تيل دي الدكتور قالت في المحاضره ان هي بوليزمي، لان انت ممكن يبقى قصدك ديل ازن لايك ديل الحيوان، ممكن تقول تيل ازن اللي هو بي حد يتتبع حد، فهي الدكتور شافت ان في علاقه، وانا برضو شايف، انا متفق معاها ان هو في فعلا بوليزمي في الموضوع، ان هو لما بتتبع حد غالبا بتشوفه من غير ما ياخد باله، بس فانا شايف ان في علاقه بالموضوع. اوكي ديت يعني خروجه مثلا، او فروت ملهاش علاقه، يعني الاثنين هومونيمي. تاي هنا ايوه بوليزمي، لان الجرافات بتتربط، وفيرب تاي برضو يعتبر ليه علاقه بالربط، يعني هو اصلا يعني ان انت تربط. اوكي بس اكزامبلز تانية اهي برضو، مش هقراها، يعني اظن كلها واضحه ومتجاوبه. دي الدكتور كانت بتقول برضو جايبة relations وموضحاها، ما في مش حاجة برضو مستاهلة ان انا اشرحها. هنا برضو بتقول لك التروبونيمي بقى اللي قلنا عليها، ما ينفع عشان يسنور محتاج يكون نايم، فدي تعتبر inclusion، الاتنين بيحصلوا مع بعض بسبب بعض. تمام او واحدة بسبب التانية. اوكي الباكورد presupposition هو بيسكسيد عشان هو اصلا حاول، لو ما كانش حاول ما كانش هيسكسيد. give و have عشان هو يديك اصلا لازم يكون عنده، ف give و have. دي الاولى بتبقى كوز للتانية او العكس. بس ال resonant similarity هي اللي قلنا عليها، قلت هوضحها في المحاضرة ال lecture اللي بعديها. عندك اهو car و bicycle، لما تفضل تطلع كده هتلاقي اول parent بيتقابلوا عنده vehicle. تمام انما مثلا لو جيت قلت لك car و fork، ايه العلاقة اللي بينهم؟ هتفضل بقى تطلع كده هتلاقيها artifact، ان هما الاثنين artifacts. خلاص فهو لما يقول لك calculate ال similarity، similarity resonic تمام ما بين car و bicycle، calculate يعني طلع لي رقم، فهو الرقم هيبقى 8.3. هنا هو ده دي ال similarity ما بينهم، اول حاجة في الشجرة هما بيتقابلوا فيها، ال parent ال common ما بينهم
اكتر واحد سبيسيفيك. احنا قلنا ان كل ما بتنزل تحت كل ما بتبقى سبيسيفيك اكتر، فهو الفيكل سبيسيفيك اكتر من كونفينس او انسترومنتاليتي. فهو انت بتتكلم على فيكل هنا اكتر واحده سبيسيفيك وهما بيتقابلوا فيها. مثلا في كارفور هتبقى اكتر حاجه سبيسيفيك هما بيتقابلوا فيها ارتفاكت مش اوبجكت، مع ان هما بيتقابلوا عند الاثنين، بس الارتفاكت اول واحد واكتر واحد سبيسيفيك. بس وبكده خلصنا. لو حد عنده أسئلة يسأل في كومنتس وهحاول أرد على قد ما أقدر بسرعة وأفيده. يا ريت تكونوا استفدتوا يعني من الموضوع، وآسف لو ما كانش منظم قوي أو كده. وربنا معاكم كلكم في الامتحانات إن شاء الله، ويلا أشوفكم في فيديو تاني.